النهاردة ودلوقتي حالا منورنا في استوديو 90 90 دكتور سامح نصر الدين خبير التنمية البشرية. كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم يا دكتور. وحضرتك طيبة أستاذة مروة. خلينا نبدأ كده في الأول وقولي إيه هي أنواع الغيرة بشكل عام. الغيرة في كذا نوع، يعني هتلاقي مثلا في غيرة عائلية، هتلاقي في غيرة أصدقاء، الصحاب ما بينهم من بعض بيغيروا. في غيرة مهمة قوي برضو لأن ليها جانب سلبي وإيجابي، بتاعت الغيرة اللي هي الشغل، حيث الشغل ده طبعا بيبقى فيه غيرة كده وفي غيرة كده. عندنا الغيرة بقى الرومانسية اللي هي ممكن نقول عليها الزوجية بقى، اللي هي النكد بقى ده. نكد بقى. نخش في التقيل بقى. ما انا قلت اقول في الاول رومانسية. ماشي. بس هي نكد برضو. انا معاك هي نكد. فدي برضو مشكلة كبيرة، يعني لان دي اللي في الغالب كلمة غيرة بترتبط بالحتة بتاعت الازواج وكده. خلينا بقى نبدأ من اخر نوع من انواع الغيرة. ماشي. اللي هي الغيرة الزوجية. تمام. في ستات كتير قوي عندهم حرفية في النكد. يعني يقعد يقول لك انا نكد على جوزي ازاي النهاردة. يلا بقى ايه قولي له انا بغير عليك. هل الست بتعمل كده وهي متعمدة فعلا ان هي تنكد على جوزها او تضايقه تحت اسم الغيرة، ولا هي فعلا بتبقى غيران عليه؟ لا بصي هقول لك على حاجة، يعني هو في النوعين، يعني انت قلتي كلام صح مظبوط جدا، هو فعلا في النوعين. في اللي هي الست اللي بتغير كده بالفطرة خلاص بقى، وهي ده حيث النكد، ده اسلوب حياة. حيث النكد. ده اسلوب اللايف ستايل بتاعنا النهارده، نكد تحت اسم الغيره. ومش عايزين نقول الستات بس، عشان بس ما الستات ما تزعلش مننا، الرجاله كمان في رجاله بتعمل نفس الموضوع. لا ده في رجاله متخصصه، يعني متخصصين في ان هم ازاي ينكدوا على زوجاتهم او خطيبته بقى او صاحبته او ايا كان. وفي طبعا لا بتبقى بتحصل عوارض معينه او احداث معينه بتخليها ان هي تغير. خلي بالك في بقى فروق ما بين الغيره وما بين كذا حاجه، يعني في فرق مثلا ما بين الغيره والشك، يعني عارفه ده بقى موضوع كبير جدا، الغيره والشك. لا ده احنا لازم نتكلم عنه فعلا، لان الغيره اذا زادت عن حدها تتقلب فعلا لشك. بالظبط. وفي الاخر البيت هيتحول لجحيم وممكن ينفصلوا جدا. خلاص كده بقى، كده المشكله كبرت جدا بقى.